على اختلاف السنوات الماضية، يعاني القطاع الزراعي في إقليم كردستان من الجفاف الذي خلفته قلة تساقط الأمطار، ولكن اعتماد المزارعين على الري عبر التنقيط قلل من تداعيات شحة المياه على مزروعاتهم. أنا أزرع الطماطم هنا منذ عام 1990، لم أرى هذا النوع من الجفاف في هذا المكان كما في هذه السنة. انخفضت نسبة المياه كثيرا بسبب قلة تساقط الأمطار. لو لم نستخدم طريقة الري بالتنقيط لما استطعنا زراعة المحاصيل هذا العام. لا توجد حاجة إلى تقسيم الأرض وعمل ممرات كما في السابق، وبالتالي فهي طريقة توفر الوقت والجهد وتؤمن كمية كافية من الماء للنبات دون هدر. إنه جبل حسن بق من أهم الأماكن الزراعية في قضاء السوران. سنوياً يزود السوران ومحافظة أربيل بمئات الأطنان من الطماطم. بدأ فيه موسم زراعة الطماطم وأنواع أخرى من الخضروات، وعين ماء واحدة في حسن بق تكفي العشرات من الفلاحين بسبب اعتمادهم على الري بالتنقيط. أو لا سروكان كيكدي يتم سحب المياه من المنبع الرئيسي عبر الأنابيب وتتوزع على هذه الأحواض مرة أو مرتين في أسبوع واحد، وبعد ذلك يتم توصيل المياه للمزروعات عبر خطوط التنقيط الفرعية، وكل نقطة تبعث قطرات مما يؤدي إلى سقاية المزروعات بشكل كامل. من فوائد هذه الطريقة تقليل فرص نمو الحشائش والنباتات الضارة في التربة، حيث تتركز مياه الري على المزروعات نفسها مما لا يتيح لهذه الحشائش الحصول على الماء اللازم للنمو، ومن جانب آخر سهولة تمرير الأسمدة أو علاجات طبية أو مواد كيميائية وطبيعية للمزروعات بشكل مباشر، حيث يتم وضع تلك المواد في مصدر المياه الرئيسي وتزويدها للنبات. الري بالتنقيط من الطرق الحديثة التي يستخدمها الفلاح لإدارة مزروعاته، ومنح المحاصيل كميات مناسبة من المياه على شكل قطرات متدفقة في وقت محدد وبأقل جهد، من أهم مزايا سقاية المزروعات بالتنقيط تميزه عن باقي طرق الري الأخرى والتقليدية. رايبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.